اليوم بنستكشف التاريخ والإرث الغني للأسطورة نيسان بترول ومنجاوب على أكثر الأسئلة المنتشرة. موديل أي سنة تعتقد أنه أفضل موديل ويمثل تراث وتقاليد الباترول؟ سؤال صعب صراحة، ولكن أحس أنه نسمه في طاقة شبابية خاصة موديل 2022. شو أحلى القصص اللي سمعتها من أصحاب الباترول والمستحيل تنساها؟ كل اللي عندهم بترول عندهم قصص لا تنسى، ولكن من اللي نذكرها كنا في ليوة وصرنا نقطع، وأول ما طلعنا شفنا عيلتين مغرزات، ولكن البترول ما قصر. سنة 1951 كان أول ظهور نيسان بترول على الطرقات. إذا كنت تقدر تغير شيء واحد في البترول شو بيكون؟ والله سؤال خطير هذا صراحة، سؤال صعب، ولكن شوف اسمه هذا أحس أنه إذا تجهز بس حق البر بتكون سيارة خطيرة. ومن ذيك الأيام كان تصميمها أنها تكون سيارة دفع رباعي قوية عشان تتعامل مع أصعب التضاريس. على مر العقود اتطورت سيارة نيسان بترول من سيارة خدمات أساسية إلى سيارة متطورة وقوية للطرق الوعرة. وفي الثمانينات اكتسبت سمعة طيبة بسبب متانتها وقدرتها، واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. ولكن توقعاتكم، ليش اشتهرت سيارة نيسان بترول وصارت أيقونة المنطقة؟ قبل ما أخلص خبروني إذا تعرفون منو قايل هذه الأبيات. عزيت ناسك وانت بالفعل محبوب على ضيوف أهل البلد والمقيمين.